متابعينا الكرام، أبقى مع حضراتكم ولو نتجه إلى أمر آخر سنشاهده. طبعا حديث المنصات الإخبارية وحتى أنه بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن الخلافات الحادة والقوية الآن بين فرنسا وأستراليا. فرنسا عقدت اتفاقا مع أستراليا على توريد غواصات لها بقيمة 90 مليار دولار، لكن فوجئوا بأنه يتم تحويل هذه الصفقة. بدلا من أن تعقد ما بين فرنسا وأستراليا، أستراليا ذهبت للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بمعنى أنه الأمريكان والبريطانيين استولوا على هذه الصفقة. طبعا ده عمل حالة كبيرة من الغضب لدى السلطات الفرنسية، وأمام حضراتكم الصورة تقول فرنسا تصف صفقة غواصات أستراليا بطعنة في الظهر بعد استيلاء أمريكا وبريطانيا عليها. وكان هناك سجالات دبلوماسية حادة ما بين كل من الفرنسيين وأيضا الأستراليين. أستراليا قالت إن هي أرادت أن يعني تحصل على أحدث الغواصات، وأنها وجدت هذا الأمر لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى بريطانيا، وإن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تتعاون مع أستراليا في إطار هذا الأمر، وأنها في البداية كانت مقصرة التعاون مع بريطانيا، ولكنها أرادت أن تضم أستراليا لها. فرنسا رأت بالفعل بأن هذا الأمر مثل طعنة قوية في الظهر، وهم يستحقون بالمناسبة الفرنسيين ما يحدث لهم، خاصة ونحن نشاهد استراتيجية ماكرون في التعامل مع العالم الإسلامي.